الأمريكان يرهنون على ورقة داعش؟ على شنو يرهنون؟ يعني يقول لك بعثة اليونامي من تطلع راح يرجع داعش، راح نرجع للمربع الأول. ست الله يخليك ست، خلينا نوضح هذا الموضوع للعالم، اكو عالم متخوفة منه ترى الموضوع. جدا. أولا اسمحي لي، أولا الأمم المتحدة واجباتها أصلا، أنت أولا قضيتي عليهم سياسيا، هل دوران هذا مان بلاسخر كانت تفتر على الجميع وتحاول أن تصير تتدخل منها، وبال 2019 تدخلت في أمور لم يكن من الواجب أن تتدخل فيها، خاصة كان العراق يمر بمنعطف خطير أيام تشرين، فلذلك تدخلاتهم كانت قد ممكن أن تؤدي بالدولة إلى 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 منعطف خطير في وقتها. نعم. يعني تجاوزوا حدودهم. هم خلي أشرح لك إياهم، هم بسنة أعتقد 2003 قرار 1500 شكلوا بهذا، إجا ديميلو في وقته. نعم. وديميلو يعني قتل هنا في بغداد، كان كان مكانهم صدر القناة، قتل بأول ما بدت القاعدة ضربوا. نعم. الأمم المتحدة، ثم جددوها بال 2017 طوروا عملهم في هذا الموضوع. احنا بالنسبه ان عندنا استقرار امني كامل، ست فرح، وهاي رساله للجميع، ما ممكن ولا من اي ما عندنا اي احتماليه لعوده داعش والسيطره على جزء من الاراضي العراقيه.